ما هي تمثلاتهم لأول مرة الراغبين بطبيعة الحال في مسألة العلاج الذين يطرقون بالك؟ ماذا يقولون؟ نبغي نطرق أولا صحيح بعض المعلومات، حيت باش يقدر يكون تحسيس يكون عنده نتيجة كبيرة وباينة، خاص نعرفوا بعض المعلومات ونصحوهم. مثلا حنا ماشي كنا متفاهمين أمام المخدرات، نسبة قليلة ديال الناس اللي كيستعملوا المخدرات اللي كيطيحوا في الإدمان. كاين اللي كيدير عنده القدرة على أنه يكون عنده استعمال ترفيهي، كاين اللي كيقدر يكون عنده استعمال محفوف بالمخاطر اللي هي مثلا الإنسان اللي المراهق اللي كيستعمل المادة الكحول وكيمشي كيسوق الطوموبيل كيكون خطر على راسه وعلى الناس اللي معاه، وكاين استعمال المفرط اللي كيؤدي للإدمان. وباش يكون إدمان ماشي كل شيء يقدر يكون عنده إدمان، باش يكون إدمان كاينه شروط، كاينه ثلاثه ديال الشروط. من بعد هاد من هاد الشروط هذه، اولا كاين عنصر ديال الفرد بالهشاشه ديالو والوراثه ديالو الشخصيه ديالو. بعد مرات يكون عندهم امراض نفسيه كاضطرابات القلق كاكتئاب، اسلوب الحياه بدون قيم. كاين النقطة الثانية هي البيئة والضغوطات ديال الحياة، لو ستريس اللي كنعيشوه، المحيط العائلي. بعض المرات يكون عندهم مشاكل عائلية، بعض المرات تكون حياة صعبة. هذه الحياة الصعبة هي اللي كتجي، هي اللي جعلت بعض الأطفال اللي دابا كنشوفوا الاستعمال المبكر اللي بدا من 11 عام. كنشوفوا الأطفال كي بداو 11 عام كيبداو استعمال المخدرات، هذه مبكرة بزاف وخطيرة. كاين نقطة ثالثة هي توفر مخدرات، كاينة موجودة في المحيط، في الزنقة، حدا المدرسة، فيما مشينا كاين المخدرات. كاين مدة الاستعمال ديالها والكمية الاستعمال ديالها والكيفية ديال الاستعمال، هاد ثلاثة العوامل هي اللي كتؤدي للإنسان أنه يطيح في الإدمان. خاصهم يكونوا بثلاثة مجموعين.